بتمنى اقدر احقق كل البرنامج الانتخابي وكل البنود اللي حطيتها بالبرنامج، ولا سيما فيما يتعلق بمعالجة موضوع النفايات، الحفاظ على البيئة، خلق فرص عمل، حد من النزوح وتفعيل السياحة والصناعات الحرفية. مشروع البيئي بجزين هو معالجة موضوع النفايات بشكل جذري وعلمي وصحي، لنقدر نستفيد منه كمان لخلق فرص عمل وتوليد الطاقة، لأنه هذا الموضوع رح يكون عنده أثر كتير سلبي إذا ما تعالج على أهلنا وولادنا، ومفروض يكون في معالجة جذرية تتعلق بكل المنطقة مش بس بفضاء جزين.